السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الأعزاء، تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم بإذن الله الرحمن الرحيم، بعد ما كنا شفنا من قبل ملخص على الوضعيات الإدماجية ل سيكونس نمبر 4 ولا مقطع رقم 4، اليوم بإذن الله في هذا الفيديو راح نشوفه واحدة ولا الوضعية رقم واحد من الوضعيات اللي كنا شفناهم ديجا في الفيديو السابق. اليوم نشوفه الوضعية رقم واحد اللي تحت عنوان التلوث والمحافظة على المحيط. يعني اليوم راح نهضروا على التلوث pollution وكيفاش نحافظوا على الانفايرمنت تاعنا. نروحو نشوفو السؤال ولا نص السؤال واش يقول. واش pollution occurs when ecosystem ولا when ecosystem cannot get rid of substances introduced into the environment. يعني pollution اللي هو التلوث يحدث ولا يصرى ولا يجي يحدث when عندما ايكو systems cannot get rid. وش معناتها ecosystems cannot get rid؟ معناتها البيئة تاعنا ولا النظام البيئي تاعنا ما يقدرش يتخلص، cannot get rid of، يتخلص من ماذا؟ substances introduce، معناتها ما يقدرش يتخلص من بعض المواد اللي تدخل ولا التي تدخل in the environment، اللي دخلت على البيئة. يعني التلوث يحدث عندما لا يستطيع النظام البيئي التخلص من المواد التي تدخل في البيئة. يعني كاين بعض المواد بشنو هي الملوثات. It affects nature. هنا يعني هذه المواد اللي دخلت على البيئة ولوثتها راح يتأثر على nature الطبيعة، plants النباتات، humans الإنسان، and even animals وحتى وأيضا الحيوانات. هذه يعطوها لنا كمقدمة. نروحوا نشوفوا نص السؤال. هنا المطلوب منك وشنو؟ قال لك write a short paragraph. اكتب لنا paragraph قصيرة about how to stop pollution. هذا الباراغراف يتكلم على كيفاش لازم علينا نحبسو التلوث، كيفاش نحبسو التلوث. and littering هي ثاني رماية النفايات ولا أيضا التلوث. and how to protect your environment، وكيفاش ثاني تحافظ على البيئة ولا المحيط تاعك. قال لك هنا use these cues، أعطالك بعض يعني النقاط اللي يساعدوك باش تكتب الفقرة تاعك. واش قال لك؟ راهو يعطيلك بعض الأفعال ولا بعض النصائح. put your letters in the bin. letters هي النفايات ولا الفضلات. ضع الفضلات وين؟ في البن. بن معناتها في سلة لابوبيل تاع برا. شتو لابوبيل كي تروحو ترموها ما ترموش في الآخر، روحو رمو في لابوبيل. be aware، كونوا واعيين، كونوا حذرين، كونوا يعني عندكم العقل كيما نقولوا. be aware، كونوا واعيين. follow the 3 S، اتبعوا the 3 S. هذه كاين واحد القاعدة يقولها the 3 R's، sorry it's not the 3 R's، 3 S، the 3 R's، the 3 R's. ومن بعد واش قال لك؟ دوك نشوفوا شنو هي 3 R's، قاعدة 3 R's وشنو هي. use reusable bags، استعمل معناتها هذوك الساشيات اللي تعاود تستعملهم مره ثانيه. ما تديش هذاك الساشي اللي كحل تاع النيلو مثلا، هذاك تاع البلاستيك، ادي القفه تاعك، القفه تاع الدوم ولا اي قفه عندك تعاود تستعملها عده مرات. هنا قال لك يوز ماست، هنا قال لك استعمل. انا عطالك بعض الافعال وبعض القواعد تستعملهم. مثلا استعمل must، must يجب، mustn't لا يجب. the imperative استعملنا فعل الأمر. استعمل therefore and واستعمل because، because لأن و therefore وبالتالي. اوكي، هنا رانا فهمنا واش رانا رايحين نكتبو. اول شيء لازم
اول جمله راك رايح تكتبها لازم تبريزونتي الموضوع، لازم واحد ما يعرفش كامل او جا واحد من ما باليش زميلك ولا، لازم تبين له الموضوع. اول جمله لازم تهضر على الموضوع. الموضوع تاعنا هو راح نهضروا على الانفايرمنت، اوكي نهضروا على الانفايرمنت كيفاش نواسو عليه الى اخره. واش نقولوا مثلا؟ نقولوا شوف معايا، the environment المحيط is very important. دقيقة برك، the environment المحيط is very important for us، يعني المحيط هو مهم بزاف لنا. because رانا استعملنا because، طلب منا نستعملو because، رانا استعملنا له because. هاي ليك، هاني نحيد because الاولى. because it's ولا it is connect to everything، يعني هنا دير هذه المقدمة، قول باللي المحيط تاعنا مهم بزاف، لأنه مهم لينا بزاف لأنه مرتبط بكل شيء. connect to everything، لي من مع من هو مرتبط؟ to nature للطبيعة، plants نباتات، animals حيوانات، and even humans okay، وأيضا للبشر. هنا نديرو كمقدمة، هاني درت نقطة، هذه المقدمة تاعي، يعني هدرت على أهمية الـ environment إلى آخره. نروحو رقم اثنين، نبدأ نقولو لحماية المحيط تاعنا يجب علينا نديرو هذه ونديرو هذه ونديرو هذه ونديرو هذه الى اخره. وش نقولو؟ to protect the environment، لحمايه المحيط. وي عندنا هنا يام قال لك استعمل must، must يعني استعمل. يجب، وش يجب علينا؟ حط اول نقطه، اعطاها لك هذه، هاي لك، كتب هذه الجمله الاولى هذيك. قال لك we must stop، يجب علينا وقف stop pollution، يجب علينا وقف التلوث through، من خلال، من خلال ماذا؟ اكتب هذه اللي قلتكم عليها، through putting our litters in the bin، من خلال رمي النفايات تاعنا في سلة تاع النفايات. اوكي راح تهضر على النقطة الثانية، دير فاصلة وبدأ تهضر على النقطة الثانية. راح نستعمل وي، هنا تقدر تستعمل وي، تقدر تستعمل يو، تقدر تستعمل نحن، تقدر تستعمل أنتم ولا أنت. we have to be aware، لازم نكون واعيين، هاي لك رقم اثنين، لازم we have to be aware and work hard. هذه الإضافة زيدها أنت، مش تروح هذه أنت تروح تقول we have to be aware وتحبس، لازم نكون واعيين. كيفاش تكون واعيين؟ شوف كيفاش يكون الوعي تاعك، لازم نكون واعيين and work hard، ونخدمه بجد. to stop the deforestation، لوقف تدمير الغابات. أوكي deforestation هي تدمير الغابات، حرق، حرق الغابات ولا قطع الأشجار إلى آخره. المهم رانا رايحين نقتلوا الطبيعة ونديروا في بلاصتها البنايات إلى آخره. أنت خير أي حاجة هنايا في بلاصة deforestation، تقدر تدير أي كلمة ولا ما لازمش نديروها. to stop the deforestation، هنا زدتها مع هذه. رقم ثلاثة، we mustn't، هذه زدناها، يعني هنا ودير لك نقط، على الأقل زيد جملة من عندك، أنا هنا زدتها في الوسط. we mustn't hunt، هنا قال لك استعمل mustn't، هاني استعملت mustn't، أوكي يعني حققت الشرط الثاني. we mustn't hunt without authorization، معناتها ما لازمش عليا نروح نصيد في الغابات بدون اوتوريزاسيون، بدون ما ندي يعني رخصه من عند يعني البلديه ولا الدوله الى اخره. authorization هي التسريح. نقولوا هنايا finally، اخيرا ولا اخيرا، راك رايح تستعمل الامر، استعمل الامبيراتيف، الامر follow. انا كي يقول لك الامر يعني بدا دايركتلي بالفعل، ما كاش فاعل قبله. شوفوا هنا بدينا بالفاعل، هنا بدينا بالفاعل، وين راهي ثاني؟ هنا بدينا بالفعل، هنا بدا بالفعل. نهار اللي تكون تهدر على الامر بدا بالفعل، فولو تبع،
ولا اذهب go، فهمت؟ follow the three R's، تبع the three R's rule، تبع قاعدة the three R's. وشنو هي three R's؟ هي reuse reduce and recycle. reuse هي نهار اللي تستعمل الادوات ولا تستعمل الاشياء اللي نعاود نستعملها مره اخرى، كما كنت نقول لكم المثال تاع القفه، القفه تاع الدار راح تستعملها، تقضي بها اليوم، تقضي بها غدوه، العام الجاي، حتى تتقطع وترميها، اوكي، راح تكون فيها اعاده الاستعمال. reduce هي تقليل الاستعمال، تقليل الاستعمال. يعني هنا واش معناتها تقليل الاستعمال؟ روح استعمل الاشياء اللي تستعملها ومن بعد ترميها، مثلا كيما نقولوا حاجه تاع جطاب تاكل فيها وترمي. ريديوس تقليل، تقليل، تقليل من استعمال هذوك الاشياء اللي تضر بالطبيعه، التقليل من استعمال الساشيه تاع البلاستيك، التقليل من استعمال اي حاجه تلوث الطبيعه، نسيو نقللو من استعمالها. عندك هنا استعمل ريسايكل، ريسايكل هي إعادة التصنيع. معناتها استعمل المواد اللي نقدروا نعاودوا نصنعوها، مثلا نشرو حاجة تاع في لي بواط هذوك تاع الكرتون، لأنه الكرتون يعاود يتصنع، مثلا الزجاج، الزجاج يعاود يتصنع، إلى آخره. كاين بعض النوعية تاع البلاستيك اللي تعاود تتصنع، المهم نستعملوا المواد اللي قابلة لإعادة التصنيع. هذو هما the three R's. بعدها قال لك استعمل القاعدة تاع 3 R's by using، مستعملا مثلا، مثلا مستعملا reusable bags، كما كنا نقولوا نفس المثال اللي درنا اللي عطاوه هنا، نقولوا مثلا مستعملا السيكان اللي يعاودوا يستعملوا، ماشي السيكان تاع البلاستيك ونرموهم، يعني كما القفة. and therefore، وبذلك، هاي ليك therefore، انا استعملنا therefore. الان شو، الان راني كملت كامل واش طلبوا مني نستعمل. وبذلك يو هيلب، يعني كي تمشي بهذه القاعده تاع 3 ارز وتمشي هذه الخطوات اللي ذكرتهم من قبل، يو هيلب اند بروتكت ذا انفايرمنت، راك تعاون وتحمي ذا انفايرمنت، في المحيط، فروم pollution، من التلوث. يعني فقرة بسيطة سهلة وقصيرة، هذا برك واش درنا في الوضعية الإدماجية تاعنا. الآن راني إن شاء الله في كل موضوع رانا نديروه ولا في كل فقرة نكتبوها نحاولوا نلخصوا الكلمات المهمة اللي لازم عليك تحاول تحفظهم. عندنا كلمة protect يحمي، pollution التلوث، deforestation إزالة الغابات، hunt الاصطياد يروح يصيد كما نقولوا حنايا، reuse إعادة الاستعمال، reduce التقليل من الاستعمال، recycle إعادة التصنيع. هذه الكلمات حاولوا تحفظوهم ولا حاولوا يعني تستعملوهم بزاف بزاف في هذا النوع من الوضعيات الإدمانية. في الآخر وش نقول لكم، شكرا على حسن المشاهدة، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وصحة فطوركم.